تحياتي لك وللسادة المتابعين أهلا وسهلا. المشاهدين. هلا عندما يعني لما بنتحدث عن تجاوزات النظام في استخدامه للأسلحة المحظورة، يعني عمليا المحرمة دوليا، نعم في واقع محددة كهجومي على هجومي على بردة ترمانين في بالقنابل العنقودية، وهي يعني بطبيعة الحال محظورة القنابل العنقودية بالتأكيد، يتوخى إحداث أفدح الضرر بحق المواطنين وعملية المواطنين المدنيين الأبرياء. وهذا دأب النظام السوري ومنهجه وأسلوبه منذ بداية الثورة السورية. ليس هناك أي نوع من أنواع المحظورات بكل أسلحة وغير أسلحة لم يقدم النظام السوري على ارتكابه، من الكيميائي إلى الفسفوري إلى العنقودي إلى براميل الموت إلى 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 يعني. فتقرير رايتس ووتش في هذه الواقعة يعني مهم وضروري، فهو إضافة لمراكمة الأدلة والأرشفة فقط، والأرشفة فقط أقول الأرشفة لأنه لا يبدو أن هذا العالم الرسمي بقواه المؤثرة بصدد اتخاذ أي إجراء يشكل رادع حقيقي لهذا النظام الأسدي المتوحش، خارج مسألة الإدانة والتصريحات الدبلوماسية يعني اللي بنقدر نقول بارتياح عنها أنها يعني خارجة من الحنجرة، عابرة على طريق التلاشي المفعول، وعمليا أصبح الشعب كله دون استثناء يدرك أن نظام الأسد متيقن أنه في منأى عن أي عقاب أو رادع زاجر يعني له نعم. من أي طيب. نوع. هذه الجرائم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ولدرجة أصبح الشعب السوري يعتقد أن القوى العالمية المؤثرة تنتقل رويدا رويدا من درجة الداعم لهذا النظام إلى درجة الشريك، لأنه هذا الصمت هو الذي شجع ويشجع باستمرار هذا النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم طيب أستاذ سمير، لو والتحامل نتحدث الدولي. عن أستاذ سمير، كيف يبدو لك وكيف نعم تقرأ وكيف ترى المشهد الميداني في مناطق شمال غرب سوريا الآن؟ وطبعا هنا أتحدث عن خارطة السيطرة في ظل التفاهمات الروسية التركية في مناطق ما تسمى بخفض التصعيد، وهل ربما هناك خلاف تركي روسي في المنطقة غير معلن؟ نعم سيدتي، نلاحظ ونعلم جميعا أن سلطات الأمر الواقع في شمال غرب سوريا مرجعيتها واضحة المعالم، هي مرجعية تركية ومحمية حتى الآن وجود كله تأسيسا ووجودا من المرجعية التركية. هذه القوى أنا أعتبر أنها هي أيضا رديف تكتيكي في ضمن تفاهمات ضمنية أو مباشرة يعني مع قوات النظام، يعزفون نفس المنحة، يصعدون دائما أو يتراجعون أو يبردون أو يسخنون وفق يعني معطيات او متطلبات هذا الواقع الذي يريد ان يوصل الامور الى ما نلاحظه. ليس يعني من يستطيع ان يبرئ جبهة تحرير الشام بالنصرة، من يستطيع ان يبرئهم من التناغم مع النظام في ارتكاب كل هذه الجرائم او تحضير الارضية أو القيام بعملية استفزاز حتى يكون كما لو أنه مبرر لهذا النظام أو القوات الروسية أو للقيام بهذا الفعل أو ذاك.
هناك تفاهم تناغم ضمني. والرادع التركي مش فقط ليس رادع، هو مشجع لهذه الممارسات التي تؤدي بالنهاية إلى نفس المآل ونفس النتيجة. أشكرك جزيل الشكر. من الجزائر سمير سطوف، المنسق العام للتجمع الوطني السوري الموحد.